السلام عليكم الأصدقاء المتابعين، تحية لكم أينما كنتم. إذا كنت أول مرة كتشوف القناة اشترك معنا في القناة وفعل الجرس وما تبخلش علينا أنا بواحد جيم. الفيديو ديال اليوم كما كتشاهدوا معايا على تزاوج الحمام، ولكن اللي لفت النظر ديالي وأنه تابع واحد الحمامة ما بغاش يتفارق معها من دون الحمام الآخرين، يعني لاصق غير في ديك الحمامه ما بغاش يتفارق معها. اللي عنده شي تفسير ما كرهش تعطيونا شي تعليق على علاش تابع غير داك الحمامه من دون الحمامات الاخرين، اللي كيفهم في الحمام مزيان ويعني عنده مع الحمام عطينا شي تفسير علاش لاصق غير في داك الحمامه كما كتلاحظوا معايا تابعها وكيضرب وينقب و يعني صراع داخل السجن. ما لقيتش شي تفسير، ما كرهش شي حد يعطينا شي اجابه لهذا المشهد هذا، يعني خلى جميع الحمامات الاخرين ولاصق غير في هذيك بالضبط. انا ما فهمتش علاش اللي كيفهم في الحمام مزيان وعنده مع الحمام، لكن ممكن يعطينا شي اجابه. اكتب لي في التعليق، اكتب لي علاش تابع داك الحمامه بالضبط. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو، ومازال صراع طويل، الفيديو تقريبا فيه شي 3 دقائق ما غيتفارقش معاه. وكما كتلاحظوا معايا هنا غادي ندخل باش ما يأذي داك الحمامه في الراس، ومسكينه كتجي غير لجهتي، هاد الزيرات عيات ما تهرب كتجي غير لجهتي. كما كتلاحظوا صراع داخل السجنه، والو ما بغاش يتفارق معاها. ما تبخلوش بعليا بلايك، لايك الاصدقاء جيم جيم، اش كتحفزونا. نتمنى يعجبكم الفيديو، شكرا على المشاهده. وكما قلت لكم كرهنا شي تفسير شي إجابة على هذا المشهد هذا، اللي عنده شي إجابة يكتب لنا تعليق. كتوضيح هذاك الذكر هذاك الكحل هذاك راه ذكر، هذاك اللي كيجري مور الحمام هذاك راه ذكر. ما عرفتش علاش كيضرب داك الحمام، واش هذوك بجوج ذكورة ولا ما فهمتش انا كاع. السرار ما غاديش يتفارقوا بهتات، حتى نفرقهم كنعزلهم دائما، كل واحد كنديرو بوحدو باش ما توقعش شي خسائر شي اصابه في شي حمامه. هذا الذكر داك اللي كتشادو اسود، يعني هذا هو الذكر اللي عندي مخير في السجنه. اللهم بارك تبارك الله، كيهيج على الحمام. أتمنى يعجبكم الفيديو، شكرا على المتابعة.